أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رأيت رجلا ظاهره الصلاح وهو متدين وحافظ للقرآن، وعندما حدثته عن السنة والأحاديث قال إنني رجل قرآني. وعندما حدثته عن السنة والأحاديث قال إنني رجل قرآني ويستشهد بالآيات القرآنية فقط، فهل هو من أهل الزيغ الذين لا يأخذون بالسنة؟ هذا بين أمرين: إما أنه جاهل وأخذ الفكرة عن غيره ويظنها صحيحة، فهذا يعذر حتى يبين له، يعذر حتى يبين له، فإن أصر فإنه يحكم بكفره لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو إنه متعمد الشيء هذا، متعمد المقالة هذه ويدري أنها ضلال وأن خطأ ومتعمد، هذا يكفر بلا شك، لأنه متعمد للطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب للرسول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.